السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحم الله من قام على تربيتنا ولم يتخرجوا من الجامعات، ولكنهم أتقنوا علم الكلام. لم يدرسوا الأدب ولكنهم علمونا الأدب. لم يدرسوا قوانين الطبيعة وعلوم الأحياء ولكنهم علمونا فن الحياة. لم يقرأوا كتابا واحدا عن العلاقات ولكن علمونا حسن المعاملة والاحترام. لم يدرسوا كثيرا من أمور الفقه والدين ولكنهم علمونا معنى الإيمان. لم يدرسوا التخطيط ولكنهم علمونا بعد النظر وعلمونا احترام الموقف والمبدأ والكلمة. رحم الله حيهم وميتهم وجمعنا معهم في الفردوس الأعلى من الجنة، آمين يا ربي. لا ترهقوا أباءكم بعقوقكم، فوالله إن دمعة واحدة تجري على خد أم أو لحية أب كفيلة بإغراقكم في ظلمات الحياة. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا.